بنكمل. مين بينافسك بالخليج؟ وي أنا أؤمن إنه كل شخص في العالم هو مميز لقلبه، لقيمته، لمكانته، لحاله، ما في أحد ينافس أحد. أوكي. ما في حدا بينافس توني، توني سبيشل ويونيك ذا واي هي إز. عن جد. مش مجاملة فيك، بس هو عن جد الله خلقنا كلنا، كل واحد فينا غير مميز بشيء معين. مش غرور، مش كبرياء. أنا أشوف روان فينومينا ما في مثلها. ونحن بنشوف هالشيء كمان أكيد. سؤالنا التالي منه مادي ابدا، ما له علاقه بالماده، يعني ما بيعكس نفسيتي. عم تشتري بيت بلبنان، حابين نعرف وين وقد ايه السعر. فيل. فيل؟ فيل. فيل؟ ما بدك تقولي وين، ما بدك تقولي شيء. لا، جوكر. جوكر. يس هيري. يلا جوكر. باس. هالقد خطيرة هالمعلومة، يعني حتى بركي ما نطلع نزورك ان شاء الله. يلا جوكر بعدين ورا كواليس بديك تزورني. يلا جوكر. ايه مزبوط مزبوط، كرمال الفانزات المتطفلين ولا هيدا. السؤال الجديد، تعرضتي للسرقة، تسمي الشخص او الجهة. كانت بنت عايشة عندي من تشتغل عندك يعني؟ لا لا، كانت بنت عرفت عليها هيك في عشا. من ألبانيا I think أو كوسوفو ما بتذكر. أوكي. I was 20 كمان في لندن، حاسة بالوحدة، كبرت مع عائلة، إحنا 5 أولاد، إني أعيش لحالي في نقص بدي أعبيه بأي طريقة أيا كانت. فتو فريندلي. عيشت عندي بالبيت، سافرت على إيطاليا، أنا هات كاش بالبيت، أخذت كاش معي بالمطار عم صرف يوروز، اللي 2000 دولار 2000 باوند whatever. هم كانوا 10، كيف صاروا 2؟ ضيعتهم. ما شكيت فيها نو واي. رجعت بعد 2 ويكس، هي عايشه عندي بالبيت، قال لي السكيورتي مدام روان ار يو اوكي، قالوا لي تعبانه، قلت له تعبانه انا هلا جايه من الايربورت، قال لي مدام الفت فيل طلبتي المفتاح انت قبل، قلت له مفتاح، مفتاح شو؟ فرجعني سي سي تي في انه جايه وقايله هي وصاحبتها للسكيورتي انه مدام روان ضيع المفتاح تبعها وعم تبكي عند الباب، بليز بدنا المفتاح. هو بيسأل فيها انه بيشوفها دائما معي، تطلع بملابسي بالفرد مالي بشناطي باغراضي، لما واجهتها بالكاش تذكرت الكاش، قالت لي سوري اي نيد ذا ماني. طيب انا ما عم اقصر معك في شيء، انت عايشه عندي، اكل وصنعه، اكل ومرعه ولا صنعه، سكن فور فري، طلعات سفرات روحات، واي وود يو ستيل فروم مي، اسك مي اي جيف يو ذا ماني. و ذاتس ات صراحة، هيدا اللي كان موقف اللي جبتي لها الشرطة يعني ولا ما؟ لا لا، خسارتها لصداقتي ولأخوتي أكبر من أي شرطة وأي قضية. أكيد